بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهارده هيكون عن تمارين لعلاج مشكله الحين والرقبه. تمام، الموضوع اتكلمت فيه بالكامل بالتفصيل عن مشكله الحين والرقبه. تمام، وكل حد عرفت ايه الاسباب وعرفت ايه الحين والرقبه الامام، وعرفنا ايه اسباب الحين والرقبه الامام وهي طرق علاج مشكله الحين والرقبه الامام، وقلنا التمارين هتكون موجوده لكن احنا ما بنناش بالتمارين، والتمارين هتكون موجوده بالوصف للطلبه اللي عايزه تتابع التمارين. الموضوع برضه هيكون موجود بالوصف لكل طلبه عايزه تتابع التمارين، الموضوع بالكامل بالتفصيل ما يكونش في اي مشاكل. والتمارين انت هتشوفها مش شرط انت شفتها قبل كده في اي تطبيق او شفتها اي حد قالها سواء على اي موقع ان هو قام بالتمارين. التمارين دي مش تمارين او كده، لا مش شرط، اهم حاجه ان انا قمت بالتمارين ده كده، سواء كان عندي مشكله دي انا قمت بالتمارين وعالجتني ما كانش عندي اي مشاكل. فانت برضو تحاول تقوم بالتمارين، والتمارين باذن الله تكون معاك بنسبه كبيره وتحسنك ما يكونش عندك اي مشاكل. فالتمارين اللي احنا هنقوم بها النهارده هتكون 3 تمارين. اول تمرين هو اللي انت تبدا تجيب ايديك وتبدا تحطها في الجنب كده وتقف بشكل مستقيم، سواء انت تضم رجليك لبعض او تسيبها مفروضه مش اي مشاكل. بعد كده تبدا تحط ايديك بالشكل ده، تبدا تحطها هنا وتبدا ترجع بالشكل اللي انا واقف فيه ده لغايه اقصى حد تقدر تقوم بيه. ما هو الشرط اللي انت تقوم بالتمرين اللي انت تجيب كل مجهودك في اول مره، حاول مره مع يعني بالتكرار هتكون فيه نسبه باذن الله تكون نسبه كبيره وهتكون بتحسن. بس في اخطاء من الناس اللي بتقوم بيها ما تقومش بالتمرين كده، اللي انت تقوم بالشكل ده يكون تمرين غلط كده، انت ما رجعتش اللي هي الرقص اللي ورا. فانت عاوزك انك تقوم بالتمرين يكون الشكل ده، الرأس هي اللي بتكون في الأول واخدة الوضع اللي هو الحناء، وبعد كده الضهر تكتب بالشكل ده وانت هنا كده، بعد كده بتنزل في أقصى حد عندي، ما ينفعش انك تنزل كده شكل الجمجمة هو مفيش وقت ولا الانتهاء والانحناء، وانت عايز تعالج المشكلة دي اللي هي الرقبة. عشان تعالج مشكلة الحناء الرقبة لازم تاخد الانحناء الأول بالشكل ده، ترجع أقصى حد، وده يكون التمرين الصح. طب التمرين ده 5 مرات في اليوم او اي عدد اللي بتقوم به باذن الله تلاقي النتيجه بتتحسن معاك في اول يوم. فمش شرط ان النتيجه تلاقيها في اول مره وما تقومش بالتمرين بمجهود كبير عشان ما يكونش عندك اي مشكله ومش حاجه تاني. فالتمرين ده بيكون بنسبه تحسن كبيره وتمرين في ان شاء الله. قوم بالتمرين ده كده. تاني تمرين هو ان انت تبدا حركه الراس حركه بالشكل ده. هنجيب مرة على الكتف اليمين ومرة على الكتف الشمال بحيث ان انت هتفرد في الرقبة او ما يكونش عندك اي مشاكل. ما تقومش بالتمرين ده برضه كتير، لان التمرين ده بيكون متأثر برضه، فقوم منه بالنسبة لي. شفت التمرين الوضع الصحيح اللي انت بتبدأ تعمله وانت بتبدأ تعمل كده. عاوز شكل راسك واخطط الصح ده. جبنا مرة على الجنب اليمين، بعد كده على الجنب الشمال. والتمرين ده بيكون برضه في نسبة كبيرة ان يتعالج مشكلة الحناء الرقبة الأمام، وبإذن الله يكون في تحسن. تالت تمرين هو اللي انت بتبدأ بالجلوس على الأرض زي ما احنا بنبدأ دلوقتي. بعد كده دراعك ده بتجيبه في الشكل ده هنا عند منطقة الصدر، ده دراعك اليمين ودراعك الشمال بالظبط. بعد كده بتبدأ ترفع رقبتك ترجع بالشكل ده، نفس التمرين اللي احنا قلنا في الأول اللي هو بيعالج لك مشكلة الحناء الرقبة الأمام، وفي نفس الوقت التمرين ده بيعالج لك مشكلة الحناء الظهر. فالتمرين إن شاء الله يفيد كل من الحالتين، لو كان عندك مشكلة الحناء الظهر أو مشكلة الحناء الرقبة الأمام فالتمرين ده هيعالجك بنسبة كبيرة.